أهلا بكم في الجزء الثاني من ألقاب منتخبات المجموعة الثالثة والرابعة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023. الفهود المروضة هو اللقب اللي تعرف به المنتخب الكاميروني في ثمانينات القرن الماضي، وكيتعتبر هو اللقب الأشهر في تاريخ كرة القدم العالمية والإفريقية، خصوصا أنه وصل مربع نهائي مونديال 1990 كأول منتخب إفريقي كيوصل لهذه المرحلة. غامبيا منتخب العقارب الذي لدغ سمها منتخبات تونس وغينيا في الدورة السابقة اللي وصلوا فيها الربع النهائي. السنغال أو أسود التيرانغا، لقب يطلق على زملاء ساديو ماني خصوصا بعد تشويجها في نسخة الكاميرون سنة 2021. أما كلمة تيرانغا تعني الضيافة. أما الجزائر فعندها لقب محاربو الصحراء وتوج بالكان في جوج المناسبات، الأولى سنة 1990 والثانية سنة 2019، ويطلق عليها أيضا لقب ثعالب الصحراء نسبة لحيوان الفنك الصحراوي اللي كيعيش جنوب البلاد. أنغولا منتخب الغزلان السوداء نسبة إلى سرعة وحيوية اللاعبين، وهذه الفصيلة من الغزلان فهي مهددة بالإنقراض. بوركينا فاسو منتخب الخيول اللي كيمثل القوة البدنية لاعبين هاد البلاد، وهاد اللقب كيرجع التسمية ديالو لشعار البلاد، وهاد الشعار كيرمز إلى تاريخ محاربي قبائل موسي اللي كتمثل أكبر عرق في البلاد. موريتانيا منتخب المرابطين نسبة للدولة المرابطية اللي حكمت مناطق واسعة في شمال غرب القارة في القرنين 11 و 12، وفي السنوات الأخيرة قدر أنه شارك في كأس الأمم الإفريقية، وكان هذا هو الجزء الثاني من ألقاب المنتخبات من كبسولة الكار.